وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى. سيد علي العرادي مساء الخير، شكرا على قبول الدعوة والمشاركة معنا في نشرة الثامنة. لا شك أن هناك يعني العديد من المخرجات المتميزة لاستضافة مملكة البحرين للوفد المشترك الأمريكي الإسرائيلي، وهناك العديد من الانعكاسات لهذه الزيارة على تعزيز عدد من المجالات المشتركة بين تحديدا البحرين وإسرائيل، هل لا تحدثنا عن ذلك؟ مساء الخير، وانتهز هذه الفرصة كذلك أمسي بالخير عليكم وعلى السيدات والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. بالعودة إلى سؤالك وحول مخرجات استضافة مملكة البحرين للوفد المشترك، بداية هذه الاستضافة التاريخية والشجاعة تأتي تنفيذا لإعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، وتأكيدا كذلك لنهج مملكة البحرين المعروف بتعزيز السلام والانفتاح والتعايش بين مختلف دول وشعوب العالم. هذه الاستضافة كذلك تأتي ترجمة حقيقية لرؤية سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. هذه الرؤية التي دائما ما وضعت نشر ثقافة السلام في العالم وتكثيف الجهود لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا للمبادرة العربية، أحد أهم مبادراتها. هذه الرؤية كذلك وضعت حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ضمن أول أولوياتها. كذلك أعتقد بأن أهم مخرجات هذه الاستضافة تأتي لكي تؤكد على أن استمرار الجهود الإقليمية والدولية التي تعزز السلام في الشرق الأوسط وتوسع سبل التعاون هي الخيار الرابح، لأنها ترتكز على القيم وترتكز على المصالح المشتركة، وكذلك على اتفاق وجهات النظر للدول الثلاث: الولايات المتحدة الأمريكية، دولة إسرائيل، ومملكة البحرين. هناك تحديات وتهديات وتهديدات وفرص متاحة في المنطقة، ولكي نستطيع أن نحقق ما نصبو إليه علينا أن نسعى في تعزيز التعايش والمشاركة، وأهم ما يجب أن نعززه هو ثقافة السلام. علينا أن نعمل جميعا في دعم الجهود الرامية لوضع حل عادل ومنصف للجميع. بالعودة إلى سؤالك، أعتقد بأن يعني هذا الحدث هو حدث تاريخي، لأن هذا الحدث تمخض عن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم تناولت العلاقات الاقتصادية التجارية، كذلك قطاع الاتصالات والتجارة والخدمات الجوية وغيرها من القطاعات الهامة. وأعتقد الأهم كذلك بأنه قد تم عقد اجتماعات عمل لمجموعات أخرى تناولت بحث العديد من مجالات التعاون. في عجالة أود هنا أن أشير أن إنشاء علاقات مباشرة بين مملكة البحرين وبين دولة إسرائيل وبين الدول ذات الدور الحيوي في الشرق الأوسط من شأنه أن يسهم في تحقيق مستقبل أكثر أمن، أكثر ازدهار لشعوب المنطقة، وأن الطريق الوحيد لذلك هو الحوار، وأن العلاقات المباشرة هي الخيار الاستراتيجي لتحقيق السلام، خاصة إذا ما أخذنا في عين الاعتبار الوضع الراهن. أعتقد بأن يعني ذلك وحده سيكون كفيل بتحقيق الازدهار في المنطقة. أعتقد أن البحرين هي دائما دولة منفتحة على الآخر، وأن هذا الانفتاح قد أتى في يعني من ضمن المشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة، وأن البحرين اليوم خطت يعني خطوة كبيرة، وهي دائما دولة رائدة في المنطقة بفضل توجيهات سيدي صاحب الجلالة. سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.